بدون مكياج سيبدو المرء مثل حفار القبور. بهذه العبارة دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروبوك عن نفقات وزارتها على خدمات خبيرة المكياج المرافقة لها. بيروبوك طالتها انتقادات حادة بسبب مصاريفها التي وصفت بالضخمة للاهتمام بمظهرها وأناقتها، خاصة بعد تداول بيانات سابقة من الوزارة توضح أن تكلفة مرافقة خبيرة المكياج الخاصة بها خلال سفراتها الداخلية والخارجية قد بلغت عام 2022 نحو 136 ألف يورو سنوياً، وأنها تتقاضى شهرياً نحو 8000 يورو، أرقام أثارت حفيظة الكثيرين مقارنة بمتوسط رواتب خبراء التجميل التي قد تصل لنحو 3000 يورو، ولأن هذه التكاليف تسدد على حساب دافع الضرائب. الوزيرة الأنيقة قالت إن الدفع يتم مقابل خدمات المكياج وفقاً لمقتضيات ظروف العمل، وإن وزارة الخارجية تمتثل بذلك للوائح القانونية كونها تسافر كثيراً وتؤدي مهام عدة خلال الليل، فهي لا تجد وقتاً للبحث عن خبيرة تهتم بمظهرها. عند الظهور على شاشة التلفزيون يتعين وضع المكياج بسبب الأضواء القوية، وإلا فإنك ستبدو مثل حفار القبور لأنك رمادي بالكامل.